السلام عليكم خويا. عندنا حنا مشكل ديال الماء، حنا الماء دابا 6 ايام تقطع علينا، حنا دابا كنخلصوا الماء، عندنا الماء كان عندنا البنبه والماء ما كاينش 6 ايام دابا حنا كنعاني من حنا في حي السلام، انا سميتني فاطمه، حنا في حي السلام ما عندناش الماء والو، ما كاين حتى واحد اللي يتسوق لينا، ما كاينش، وهاد البلاد ما كاينش مسن اللي يتسوق ليه وما كيقادوا فيه حتى حاجه، عندنا الماء ما كاين 6 ايام هذا. دابا كتشريو الماء ولا اش كديروا؟ حنا تنشريو الماء ديال الشريب والماء ديال هذا ديال بحال المواعن بحال هذا الشيء ديال سميتو باش كنسيقوا داكشي، راه ما كاينش سميتو، تقطع علينا 6 ايام هذا، وكنعاني وكنقلبوا فين نسقي وما كاين والو. جاكم مكتب ما كاين حتى واحد، ما جا عندنا حتى واحد يتسوق لينا وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يهدي هاد الناس والله، الله يهديهم باش يتسوقوا لهاد البلاد، راه ضايع هاد البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل شيء كان اسمي ديالي اورحو جواد، صاحب مقهى التساوت، وتنشكر الجرائد اللي هي واقفه معنا والصحافه اللي واقفه معنا وجات عندنا، وعلى الضرر اللي تنعانيو منه شاك جور، يوميا تنعانيو من الضرر ولمده 15 يوم، الا وهو موضوع ديال انقطاع الماء المتكرر. كانت واحد لابيرو تيقطعوا لنا جوج سوايع ساعه، دابا وحاليا ها انتم تنشوفوا ها المشاهده قدامكم، واخا تشوفوا التيوت تشوفوا الماء، راه جبت كوبه 30 فرانك وغادخلوا غتعينوا تنعمروا الماء، وكاينه والحاجه استغلونا تصحاب الكوبات، كان الماء تتباع الكوبه تتباع ب 100 درهم، دابا ولا تدير 30 فرانك وتمشوا عند صحاب الماء ديال التصفيه نشريو باش نعمروا اتاي ونخدموا بها القهوه، كان تيديروا 3 دراهم 5 لتر ولات 6 دراهم طوبلات. هنا ماشي غير الماء المتكرر، باش نقول واحد الهضره اللي تيسمعوها الناس ديال الداخل، وتنسمعوا في الجرائد وتنسمعوا في بزاف ديال الحوايج والصحف وتنسمعوا بجوارة الجنوب، راه باش نقول واحد الحاجه، راه الماء تحت منا وفي جنبنا على اليمين وعلى اليسار، وباش غادي نقولوا راه كاين الماء في الداخله، راه غير الكذوب، راه اشد المعاناه اللي تعانيوها اصحاب ارباب المقاهي، ولا فاكتور تنتوصل بها انا شخصيا تتوصل ب 1700 درهم شهريا، والانقطاع المتكرر. اذا خصني نوض انا مع 6 الصباح ولا 4 الصباح اللي عندي مشروع غادي نعمر الماء، شنو نعمر؟ تنعمر مين با جوج دقائق 3 دقائق، خصني ندير جي البومبا يوميا. النهار مقطوع لك انا عندي دابا راه كنجور 15 يوم تاني عندي المعاناه، خاصني نكون اكثر ندور نبيرجي البومبا، تحرقات البومبا الاولى، جبت الثانيه تحرقات، وهنا دابا نوريكم لا فاكتور فيها 1300 درهم ديالاش. المكتب الوطني ديال الماء ما قال لكم والو؟ شرا مشينا عندهم. اش قال لكم؟ تيقول لك راه كاين عندنا عطب تقني، عطب تقني، عطب تقني، هما تيتحملوا كيف ما تنسالوش هذا العطب، ما بغاوش يخرجوا للجرائد، كاين جرائد عندنا في الداخل يعطيو هذا العطب شنو هو؟ يقولوا هذا العطب التقني ويصرحوا المواطن بان عندنا عطب، حتى المواطن غيتفهم، يعطيونا واحد لابيريود مثلا ديال جوج سوايع ولا ثلاثه سوايع يطلقوا علينا الماء، وهذيك الساعه يكون الانقطاع، ما عندهمش غرام ديال المشكل، ولكن فاش تمشي تما تيقول لك حق المدير ما كاينش، لا انا ماشي مسؤوليتي، راه حق واحد الشركه اخرى، احنا كاين واحد المشكل اللي قبل بعدا، باقي ما صرح به حتى واحد وما عرفوش حتى واحد، علاش قطعوا لنا الاوراق ديال لي فاكتور ما تيجيوناش لمحالتنا؟ ها تيقول لك سير البيرو غتلقى الورقه ديالك خلص، شنو خلص؟ اه كنتو تقول لنا شوف لو كونتور شحال فيه، شحال النيميرو ديال الكونتور، كنا تنراقبوا الكونتور، هذا ما لقيتوش فاش هضرنا معكم قال لك حقه واحد الشركه هي اللي شاده تفرق الاوراق، فهمتي؟ وهذا المشكل الا بغيتوا تاكدوا منه راه طلعوا دابا لحي الوكاله، حي السلام دوز هنايا الدرب، راه الناس يجيو عندي هنا مساكين بالبياد، تنقول لهم الله غير بحالي بحالكم، كنت تنعطي الناس الماء، فاش كان عندي الماء كنعطي في سبيل الله، ولكن دابا راه حتى انا تنعاني بنفسي، وغادخلوا تشوفوا جوج ديال الكوبات فيهم 1000 لتر 500 لتر 500 لتر، تنوقف الكاميو هنايا ديال طنطال، حيت الا شريت الماء ديال العيافه تيعمروه من العيافه، هذاك الماء ديال العيافه فيه الكبريت، الا غسلت به انا الموعن راه فيها ريحه الكبريت، تنعطي القهوه للكليان تيقول خويا فيها ريحه الكبريت، شنو الحل؟ الحل هو غادي نوضوا، حنا تنعطيهم واحد الفوفير، اليوم عطيتهم الفوفير، انا هضرت اليوم، وغدا غادي ما غاديش نهضر، راه غادي نحاولوا غادي نديروا يد فم وغنوض المواطن وغنمشيو نوقفوا تما، يا اما يعطيو يخرجوا لنا بلاغ ولا بتصريح شنو هو هذا؟ واش كاين عندهم هذاك اكسبري يقطعوا على الماء على المواطن، ولا هما تيتجرؤوا باش المواطن يمشي لعندهم. وشكرا لكم. انا حي الدعلين، قال لي حي الدعلين متقاعد عسكري وساكن هنا بالتركتي في حي السلام، والقضيه ديال المياه متكرفسين المواطنين اكثر من القياس، حنا كيعرفوا يجيبوا لنا لا الفاتوره الكبيره، اما القضيه ديال المياه باش نتمونكو حنا الماء وباش نجبروا باش يصبنوا تركتنا وباش يشربوا، ما دائما مقطوع، دائما الناس ماشيين بالبيدوات ديالهم، بحال الا عندنا ساكنين في افريقيا الوسطى كتشرو الماء العادي، كنشرو من طبيعه الحال كنشرو الماء ديال العادي ونشرو ديال الشريب، وكتودوا الفاتوره ونادوا الفاتوره مرتفعه، واحد الفاتوره خياليه
ما عرف حد ما تكلم. ما جانا حد ما تكلم حد وماشي غير المياه الاوساخ والازبال ولا اللي اسمو هذه البلاد والو لا حول ولا قوه الا بالله. حتى القضيه ديال الامن منين نعيطوا للكوميساريه باش يجونا؟ راه كاينه شي مصيبه هنا ولا اعتداء؟ ما كاين اللي يجاوب. انا سميتي مصطفى الرنكو. الحي ديال الماء هنا حي الحسنية فيه مشكل ديال الماء. الماء ما كاينش والفاكتوره كتجي غاليه. شحال هو مقطوع الماء؟ وراه فوق 20 يوم هذا كتقطع كيجي كتقطع ما كاينش الماء. الماء ما كاينش. ما جاكم حد؟ ومالو ما جا حد ما حتى شي حاجه. ودابا الماء فين كتجيبو نتوما؟ هو الماء بعض الخطرات كنمشيو كاع نسقيو من ذاك البير اللي الفوق تما باش نوصلو الماء. كيسقيو السيتيرنات ويسقيو ذاك الشيء. المكتب ديال الماء ما جاكم؟ ما جا المكتب ومشينا تما عندهم وقلنا اللي قادوا لينا هاد الشيء قالك بلاتي بلاتي وصافي. دابا هاد المشكل شحال هو كاين هاد المشكل؟ هو راه المشكل هنايا راه شحال هذا راه قول جايه دابا درك 3 شهور هادي ولا 4 شهور الماء ما كاينش. شحال الماء البون باش كنطلعو الماء. عندنا البونبا خاص والبونبا كيكون فيه الماء ولما بقيتي تبيرجي قبل الفجر ما غاش يكون عندك كاع الماء قبل الفجر خاصك تنوض. وشحال كيبقى فيها؟ اي بقى شويه وكيتقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لهاد النهضه الناس اللي كيعانوا بالماء راه ما كاينش الناس يعني من راك بعض الخضر كتقطع 4 ايام 5 ايام 3 ايام راه شو هادشي اللي كيديروا فيهم هاد الناس خصو يجوا يراقبوا هاد الاحياء ديال النهضه. والانسان دابا خصو انسان حشومه من جهه الله سبحانه وتعالى. واش الانسان دابا مشكل يمشي يخلص فاكتوره وفي الاخر يعني ما كاينش الماء؟ هاد راه ظلم. هذا ما جاكم مكتب؟ ما جاكم؟ ما جانا لا مكتب لا والو. رئيس ما كاين حتى شي حاجه والو. هاد الناس او فيناهم راه خاصو يراقبوا هاد سميتو هاد الماء. هاد المرة كنخلصوا فيه حنا الفاكتوره وما كتشاجش. كيفاش كتجيبو كتشرو واش كدير؟ والما كتجيبو عند الناس كيجيبو سميتو نجيبو السيتيرنا وكنشرو. ما كاينش الماء كيجي ما كتجيبو السيتيرنا كتاخذ من عنده الماء. حنا هاد الماء كنخلصوا حنا الفاكتوره وفي الاخر ما كاينش الماء. هادشي راه ما معقولش. هاد المشكل شحال هادي ولا غير؟ هاد المشكل كيعانوا به شحال هذا؟ شحال انا كنعانوا بهذا المشكل. اما اللي كنهضروا معاهم كيقول لك اسيدي لا راه عندنا مشكل عندنا هادي عندنا هادي عندنا هادي. هاد الناس خاصو يحاولوا يراقبوا هاد النهضه في النهايه. واش الناس دابا كتشكى من النهضه ولا الوكاله عاوتاني؟ احياء كلها كتشكى. دابا احياء كلها الداخله كلها يعني راه ما فيهاش الماء. ودابا قريب الشاطوني وبالنسبه للماء راه ما حنا كنعانوا بالماء ما كاينش راه كنشرو. وبالنسبه كنخلصوا الفاكتوره ولكن الماء راه ما كاينش. يديروا لنا شي حل الله يجزيكم بخير.